يوم ان شاء الله غنقدمكم واحد الفطائر غزالين بالعجينة القطنية كيف ما وعدتكم، كيجيو غزالين. انا هنايا راني درت 2 كيسان ديال الما دافي وجوج كيسان ديال الحليب دافي ومعلقة اونص ديال الخميرة حبيبات وجوج معلقات ديال كبار ديال سنيدة. صافي كنخلطو هكذا حتى كتذوب لنا ديك الخميرة مع داك الماء والحليب بحال هكا. صافي غادي نزيدو واحد الكاس ديال زيت الزيتون، جوج بياض البيض، والملحة. صافي كنخلطو كلشي بحال هكا. اللي بغى يضيف الزعتر يضيفو، انا هنايا ما درتوش. صافي كنخلطو بحال هكا وغادي نبقاو نزيدو دابا في الدقيق. طبعا نبقاو نزيدو بشويه بشويه وحنايا كنجمعو. كما قلت لكم البنات هاد العجينه هذه كتجي رائعه في البيتزا، في بحال الفطائر اللي غنصايب انا دابا، في خبز البرجر، يعني كتجي رائعه ما تندموش عليها، كتجي زوينه. صافي نبقاو حنا هكذا مستمرين كنضيفو الطحين وكنجمعو. العجينه راه كتجي كتلصق شويه في اليدين، يعني ما كتجيش قاصحه. صافي كنخلطو بحال هكا كنجمعو. انا هنايا راه باقي نزيد الدقيق. على هكا صافي حنايا كنجمعو. هنايا راه كتعطينا كمية كبيرة، يعني راه يعني تصايبو منها بزاف ديال، تصايبو منها بيتزا، تصايبو منها يعني بزاف ديال الفطائر، كتجي يعني كتعطي كمية وفيرة. صافي كنخلطو بحال هكا، باقي نزيد شويه ديال الدقيق. انا هنايا غادي نحطها فوق البوطاجي باش نحاول نجمعها مزيان. شتي كيما قلت لكم البنات راه كتجي كتلصق، انا غنحطها هنا فوق البوطاجي ونكمل الجميع ديالها. غنزيد نضيف لها غير واحد شويه ديال الطحين باش تجمع ليا. صافي هي كتجي بحال هكا، دابا راني جمعتها، درت لها شويه ديال الطحين باش كتجمع، هي راه كتجي مرخوفه بحال هكا. صافي وغادي نردوها في، انا نردها هنايا في البانيو فاش كنت عجنت فيها. غندير شويه ديال الزيت، ندهن البانيو بالزيت. ونديرو ديك العجينة فيه وندهنو لها حتى الوجه ديالها بالزيت شويه بحال هكا. صافي وغادي نخليوها تخمر ونرجعو باش نكملو. كما كتشوفو هي خمرات، دابا غادي نحيدوها نحطوها باش نخوي من هداك الهواء اللي فيها بحال هكا. صافي نفرغوها من داك الهواء مزيان. الى عندكم الوقت كما سبق وقلت لكم تقدروا تخليوها تخمر حتى 2 المرات، انا هنايا غنخليها انا تخمر 2 المرات. صافي غنخويها مزيان هكا بحال هكا. صافي وغادي نعاود نردها للبانيو ونغطيها تتعاود تخمر مره اخرى ان شاء الله بحال هكا. صافي غادي نغطيها ونخليها تخمر وهي خمرات المره الثانيه، هيك كتشوفوا هي خامره. صافي غادي نحيدوها، غادي نخويو منها عاود داك الهواء اللي فيها، فرغوها من الهواء بحال هكا. شي كت فيها دوك الفقاعات
كتجي زوينه وكتجي رطبه خفيفه صافي بحال هكا. وكتقسموها على حسب شنو غادي ديروا بها. انا هنايا غادي نقسمها، غادي ندير بها البيتزا وغندير بها الفطائر، واحد الفطائر اللي غادي نقدم لكم دابا، وغندير بها واحد الخبيزات صغيورين. تقدروا نتوما ديروهم كبار شويه، انا درتهم صغار، انا هكذا كدهنهم باش ما بغيتو، ولا كديروهم كبار شويه على حسب ساندويتشات، على حسب بحال الخبز ديال البرجر كيجي غزال. انا درتهم غير صغارين، وانتم غتشوفوا معايا كيفاش دايرين. صافي هنايا انا غندير بهم خبيزات صغيورين كما قلت لكم. انا هاد الخبيزات كندير فيهم غير واحد الطريف ديال المطيشه، واحد الطريف ديال الموتزاريلا، كيجيو غزالين. باش قلت لكم الا بغيتو مثلا ديرهم كبار شويه كديرهم هكذا البرجر، كديروا فيهم الكفته، ديروا فيهم الخس، يعني كديروا فيهم شلاضه والاخر، كيجيو غزالين. انا غنديرهم غير صغيورين بحال هكا. صافي انا هنايا انا درتهم هكذا في الطاوه ديالي. هنايا راه عندي صفار د البيض اللي حيدنا على داك البياض د البيض اللي خدمنا به. صافي زدت عليه واحد جوج معلقات هكذا ديال الحليب، شويه ديال الحليب وصافي، وكتخلطوه هو باش غادي ندهنوا الخبيزات ديالنا. راه ما كنخليهمش يخمروا، يعني كنقطعوهم كنديرهم في اللاطه صافي، كندهنوهم مع ندهنهم دهنهم الوجه ديالهم بحال هكا مزيان باش كيجيو محمرين. كندهنهم مزيان من الجناب ومن الفوق. بحال هكا انا دهنتهم مزيان. هما مدهونين، ودابا غادي نزينهم بسنجلان. تقدروا ديروا زريعة الكتان، تقدروا ديروا الحبة السوداء، يعني اللي عندكم. تقدروا تخليهم حتى هكاك، يعني بلا ما دير لهم حتى حاجه. صافي انا هكذا غادي نزينهم. صافي كنزينهم هكا. صافي انا هادو غادي ندخلهم الفران، وندوزو دابا نقادو الشكل الثاني. نديرو شويه ديال الطحين صافي، وغنطلقوها نطلقو العجينه بالدلاك، نطلقوها على شكل طولي، شكل طويل كما غتشوفوا. نحاولو نطلقوها طويله تاخد الطول. صافي كنكملو بحال هكا كما تشوفو. صافي كنطلقوها بحال هكا.
ما كتكونش رقيقه ما كتكونش غليظه بزاف، يعني قياس ما تشوفوا. صافي انا هكا راني طلقتها. هنايا عندي مطيشه، صوص مطيشه اللي كنديرو في بيتزا. صافي كنديرو هكا في الوسط بحال هكا، نديرو غير في الوسط، نسرحو هكا كنسرحوه مزيان. وهنايا نديرو الطون، كنعمرو الطون نديرو غير في الوسط، نحاولو ما نقيسوش دوك الجناب حيت هما اللي غادي نطويوهم على الوسط. هكا كنعمروها مزيان، كنعمرو حتى دوك القناة باش ما كيجيوش خاويين. صافي غادي نزيدو زيتون خضر مقطع، وغادي نزيدو دابا فرماج، فرماج محكوك. نزيدو الفرماج بحال هكا في الوسط، صافي. ودابا هاد الجناب هما اللي غادي نديرهم فوق هذه الحشوة بحال هكا، غادي نغطيوها نتكي واحد شوية غير باش تدرسها. صافي هكا غادي نضغطو شوية صافي، وغادي نشدو الجنب الاخر وغادي نديروه من الفوق بحال هكا كما كتشوفوا. صافي صافي دابا غادي نقطعوهم، قطعوهم هكا طريفات هانتوما تشوفو بحال هكا بحال هكا، نقطعوهم نتوما كتقطعوهم على حسابكم على حساب العرض اللي بغيتو. انا قطعتهم هكا هكا صافي، كنقطعوهم وغادي نديروهم في اللاطه، وغادي نديروهم على الجهه اللي مطويه اللي طويينها انتم كما تشوفوا، يعني هاد الجهه اللي مطويه هي اللي كنديروها لتحت بحال هكا
بحال هكا كنهزو كنديرو ديك الجهة اللي مطوية لتحت باش ما كيتحلش وباش كيجي حتى الوجه هكذا نقي ما كتجيش فيه ديك الطويه باينه. صافي كنديرو في اللاطه وغادي ندهنو لهم الوجه ديالهم حتى هما بداك صفار البيض والحليب. ها هما دهنو لهم الوجه صافي ندخلهم الفران خليهم ممكن نديرهم على 350 درجه المهم على حسب كل واحد والفران ديالو. انا كنديرهم على 350 درجه وكنديرهم الوسط. صافي باش كيتحمروا يعني كيطيبوا من التحت وكيتحمر من الفوق كندير لهم الوجه ديالهم مزيان. صافي وغندخلهم الفران دابا. ها هما الخبيزات كما كتشوفوا ها هما كيجيو رطبين وخفاف تقدروا ديروهم كبار شويه انا درتهم هنايا صغار والاخرين اللي عمرت ها هما حتى هما كيجيو زوينين وتقدروا ديروا بها البيتزا كما قلت لكم خبيزات معمرين بالخضره كيجيو غزالين. وكنتمنى تكون عجباتكم ولا عجباتكم دائما ما تنساوليش لي لايك كومونتير وشكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم ليا.